اطمن حضراتكم كمان على حاله عمار حمدي اللي يمكن اصيب في الشوط الاول في المباراه. خلينا ناخد كابتن احمد ناجي ناخد منه رايه كده ونسمع. طبعا مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق هيتكلم معانا عن مباراه انجولا، ونتكلم كمان معانا، مش عايز اتكلم على ماتش قوي على قد ما انا عايز اتكلم معاه على شكل منتخب. الراجل صاحب مشوار طويل جدا وعاش فترات ذهبيه تالق فيها المنتخب المصري. كابتن احمد مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، سعداء دايما ان احنا نسمع صوتك على شاشه الاهلي. ربنا يخليك. قبل ما ادخل في تفاصيل انجولا، طبعا مبروك انك انت يعني ضمنت صداره المجموعه ورايح للمرحله الاصعب، لكن انا الحقيقه كنت بتكلم يا كابتن احمد انه احنا دايما يعني في العشر سنين الاخيره خليني اقول دايما حاسين ان المنتخب يعاني، دايما حاسين ان احنا بنوصل بشق الانفس، دايما حاسين انه المنتخب المصري ما بينزلش الماتشات وعنده الروح او الشخصيه اللي تعودنا عليها في منتخب مصر. مش عارف تتفق ولا تختلف مع الكلام ده؟ لا هو حقيقي يعني احنا مرينا بتجربه كانت سيئه جدا في بطوله كاس العالم بروسيا. اهلنا قبل المباراه غانا يعني كنا مباراه غانا واحنا متاهلين، وكانت تصفيه صعبه جدا فيها نيجيريا وفيها يعني فيها فرق كتير. هو طبعا مباراه امبارح فيها شيزوفرينيا شويه. يعني الشوط الاولاني يعني غريب جدا، سبانيين مساحات كبيره، المسافه ما بين خطوط وبعضها يعني ما فيش التحام، ما فيش كومباكت، يعني حاجات كتير جدا ما بتحصلش في شوط واحد او في مباراه واحده، يعني واجبات المراكز مش متنفذه، حاجات كتير مش اختيارات معقولة. كيروش ليها علاقه بده يا كابتن احمد؟ انت شايف ان اختيارات كارلوس كيروش للاسماء اللي بتمثل منتخب مصر ممكن يكون ليها علاقه بالمستوى اللي ظهر عليه المنتخب؟ لا انا اعتقد ان يعني ان كل اللعيبه تقدر تنفذ المطلوب منها، لعيبه دوليه يعني مش لعيبه يعني لعيبه مختار افضل سكواد. طيب عشان القصه برضو مش قصه مباراه بس، واحنا يمكن رايحين رايحين مساله انه يعني انا شايف دلوقتي بدات توضح الرؤيه شويه، ان في شويه يعني اي منتخب في الدنيا بيبقى معروف السكواد 20 22 واحد ما بتلعبش فيهم الا يعني حصلت ظروف طرد اصابه مش عارف ايه حاجات زي كده. أنا شايف إنه حصل تغييرات كتير حتى في الشكل التكتيكي، يعني في تغيير الطريقة أكثر من مرة أثناء اللعب في كذا أحيان، حاجات كتير. مع طبعًا الراجل يعني راجل عالمي وأنا أعرفه معرفة شخصية، واتقابلنا في إيران لما كنا شغالين مع مسلمان الجديد، مدرب كبير طبعًا وليه وجهات نظر، لكن أنا بتكلم كمشاهد دلوقتي في الشوط الأولاني إداني إمبريشن يعني إن في حاجات كتير اتعدلت طبعا في الشوط الثاني بنزول حمدي فتحي ظبط الدنيا، وطبعا طبعا اللعيبه حصل استنفار يعني، لانه طبعا ما بقاش في يعني الاستنفار ده احيانا بيحصل من اللعيبه جوه بعضيهم يعني الثاني الاخر مباراه عشان اتاهل حصل مشكله، فحصل التزام تكتيكي واضح في الشوط الثاني والخطوط قربت من بعضيها وخلقنا فرص وكان مختلف تماما. عشان كده بقول لك المباراه فيها شيزوفرينيا يعني فيها شوط حاجه والشوط الثاني حاجه ثانيه طبعا. كان تغييرات المدرب ليها دور كبير في ان التحسن اللي حصل. احنا قابلنا منتخبات متوسطه المستوى سواء في تصفيات امم افريقيا او في تصفيات كاس العالم لغايه اللحظه دي، عشان المنتخب يعني يستعيد هويته او شخصيته من وجهه نظرك كابتن احمد، الشغل اللي احنا محتاجينه مع الولاد دول اللي انا شايف ان هم قماشه محترمه جدا وامكانياتهم طيبه جدا، شغل نفسي اكتر ولا فني اكتر؟ هو بص يا احمد، الثلاث خطوط بيمشوا مع بعض كل طول الوقت. يعني الفني والبدني والذهني دول ثلاث خطوط بيمشوا كل يوم في التدريب. حتى في التدريب يعني دايما اقول ان انت ممكن تقول كلمه في اول الاسبوع وكلمتين في نص الاسبوع وكلمتين ثلاثه في اخر الاسبوع يعملوا جمله. يعني التدريب النفسي دلوقتي ما هوش بالشكل الدايركت بالشكل المباشر. لا انت بتعمل البطاريه بتاعتك وبعد كده بتشوف طريقه تشتغلها بيها اللي بيها تطلع الايجابيات اللي انت عايز تاخدها من اللعيب. ودول اللعيبه كمان كلاس ايه يعني كلهم لعيبه نجوم. طبعا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي، بشكرك طبعا وسعداء بسماع صوتك. هنتكلم طبعا.